على الرغم من تراجع صادرات الصين بنسبة 14.5%، إلا أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع إلى 30.3 مليار دولار في يوليو. وأظهرت حسابات الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو. وتشير البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم شهد تراجعاً في الصادرات في وقت نما فيه بوتيرة بطيئة خلال الربع الثاني، مع ضعف الطلب بالداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم. وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، إذ خفضت كبرى الدول المصدرة صادراتها واستمرت المخزونات المحلية في الارتفاع، ما قد يتيح لشركات التكرير الصينية تقليل مشترياتها في الأشهر المقبلة. وكان من المتوقع ارتفاع معدلات استهلاك البنزين مع زيادة الطلب على السفر في الصيف، فيما تراجعت مخزونات البنزين المحلية بحوالي 3% بين منتصف يونيو ويوليو الماضيين، في حين ارتفعت مخزونات الديزل بحوالي 2%، إذ استمر الطلب في التأثر بضعف أحجام صادرات السلع وتباطؤ القطاع العقاري. وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم، خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتمادات الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.